واش راكم لافامي؟ سبير كو فوز الي بيان. قناه مدي ايموبيليت رحب بكم من انجي سونتر. اليوم جبنا لكم محل 100% تجاري باسكو رانا في بلاصه حيويه تجاريه ومقصوده من 58 ولايه. هنا رانا في حاسبه لا غروند ليال الاكثر مقصوده في الجزائر اللي راهي بعد 3 دقائق على مصطفى باشا، دقيقه واحده على لا غار تاع ترا، والمترو واللي زاري تاع ليبيس وكامل لي لين دو ترونسبور راهم بعد خطوات فقط. اليوم جبنا لكم محل تجاري تاع 28 متر مربع بلي سوبونت وسانيتير، وحيكون ايكيبي بالالكتريسيتي والماء. اما على الوثائق عندنا عق ملكيه، دفتر عقاري بلس لو نيجاتيف. الروبر تاعنا حيكون اكس مينيستر دو فينونس. اما المحل تاعك حيكون فيزيبل واكسيسيبل وانتي سيسميك باسكو لاغار راهي جوست موراك. خاوتنا لافر تاع اليوم فريمون ما تراطاش. المحل هذا يقدر يدخل لك ما بين 25 حتى 30 مليون شهري، وحيكون بسومه تاع 5 ملاير و800 مليون نيغوسيال. رقم صاحب العقار راكم تصيبوه في العنوان تاع لا فيديو، اتصلوا به وروحوا فيزيتيو لون بلاسمون استراتيجيك هذا ونيغوسيو معاه في لو بري، مي على بالي بلي حيعجبكم بزاف. واللي عنده عقار للبيع معلي غير يبعث لنا في الفايبر ولا في الواتساب ومرحبا به. على خير ليكيب، سلام.